قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فرض الله عز وجل الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.